خرجت إشاعات تقول يعني بعد تنصيب يحيى السنوار قائدا على حركة حماس، خرجت إشاعات تقول أنكم تهمتموه بالخيانة والعمالة لإسرائيل. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تسقطه على الذباحين القتلة الذين كيف تستغل إيران يعني المقاومة الفلسطينية لمصالحها. حاولوا أن توعوا الناس بهذا الذي فهمتموه، لأن الحق في أن نتساءل هل حقق الأهداف العسكرية دياله، هذا من حقنا أن نتساءل، ونحن أناس عقولنا مفتوحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام ومتابعين الكرام. يعني لاحظنا مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي نوع من الضجة التي أثيرت ونوع من الخلاف الذي أثير بعد اغتيال القائد إسماعيل هنية. الذي سبب هذه الضجة ليس الاغتيال في حد ذاته، بل مكان الاغتيال الذي كان في طهران. هذا الأمر الذي كان سببا في احتدام خلاف قديم جديد، قديم من جهة يعني أنه كان خلافا بين الإخوة وطلبة العلم والباحثين، لكنه جديد من جهة الظهور والانتشار. فمعنا هذه الليلة دكتور طارق الحمودي الذي نتشرف باللقاء به وباستضافته. حياكم الله دكتور طارق. حياك الله بياك سيدي عز الدين، هذه ليلة مباركة إن شاء الله تعالى، مقدمة طيبة سيدي عز الدين، حفظكم الله بارك الله فيك. الله يعطيك الخير. إن شاء الله يعني قبل أن نبدأ في المحاور، ما هو التصور ديالك وكيفاش كتشوف أنت هذا الخلاف هذا أو الأمر الذي أثير مؤخرا، كيف تراه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. أما بعد، هو كان المفترض على أنه أي حدث يقع ردود الأفعال ينبغي أن تكون ردود عقلية منطقية، ما فيهاش عاطفة، ما فيهاش تسرع، ما فيهاش دوافع أهوائية. وإذا كان هناك خلاف بين الناس ينبغي أن يكون بعلمين وبعدلين وبأدبين وخلق، لكن للأسف ما بقيناش احنا مشتغلين بملاحظة الحدث وتأثيره على الناس، بالعكس بينا كنشتغلوا بأمور أخرى وهي ملاحظة ما وقع بين المختلفين من نفس التوجه. صار كل جهة تطعن في الجهة الأخرى كونها جاهلة، لا تفهم، لا تعي، ربما وصل الأمر إلى الطعن في النيات والاتهام بالعمالة والخيانة وربما التثبيط وهكذا. لكن في الأصل ينبغي أن ينظر إلى الحدث باعتباره شيئا موضوعا في سياق معين، وهو سياق القضية الفلسطينية، الصراع بين قوسين، أنا أقول بين قوسين فقط، الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني، ثم موقف المسلمين المتابعين لهذه القضية منذ زمن بعيد والمتابعين لها بخصوص هذا السياق الخاص الآن اللي هو العدوان على غزة وطبيعة المعركة الدائرة داخل أرض غزة والتفاعلات الإقليمية بطبيعة الحال والتفاعلات حتى الدولية، سواء كانت مستوى سياسي ديال الحكومات أو ديال المؤسسات الدولية أو ديال الشعوب. ولكن للأسف كما قلت لك سيدي عز الدين، حبذا لو كان الأمر متعلق فقط بكيف ننظر إلى الحدث ونتائجه علينا، كنا كنشوفه الآن يعني الأمور اللي هي كنا نستبعدها كثيرا، وهي الخلافات التي تقع بين الناس بطريقة سيئة جدا. يعني طبيعي يوقع الخلاف، هذا أمر صحيح من مقتضى البشرية واختلاف العقول، لكن للأسف هذا الأمر اللي هو أحسبه أنا فتنة صار ممحصا للناس، يظهر ويكشف معادن الناس في عقولهم وأديانهم وأخلاقهم. للأسف وقع ما كنا نخشاه، ولعل في هذا خير إن شاء الله. إن شاء الله، ولعل حتى أن هذه المسألة يعني مردها إلى أن الموضوع يعني أكسته صبات العاطفية أكثر، بحكم ما نراه من مجازر وما يحدث لإخواننا في غزة وفي أرض العزة، نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يعينهم على أعدائهم. وبحكم أن التصوير الإعلامي في الغالب يصور أن إيران تدعم
هؤلاء المستضعفين، ويعني في صف هؤلاء المستضعفين هذا ما يروج في الإعلام أو ما يحاول أن يظهر في الإعلام. فلعل هذه المسألة هذه التي تبرر التصرفات، وإن كانت هذه تصرفات غير مبررة، لأن الخلاف الإنسان العاقل ينبغي أن تكون عنده مراتب الخلاف، وحتى والإنسان البعيد عن الإسلام ينبغي أن يتعامل معه بأدب من باب أولى. والعجيب أن الأمر الذي ما أحببته من بعض الإخوة هداهم الله هو أنهم عندما يخوضون أو عندما يتحدثون أو يردون على عدو من أعداء الإسلام أو على شخص مروج للشبهات، تجد أن في كلامهم هذا في كلامهم نوع من اللين، وتجد أنهم يعني ينصحون بأنك ينبغي الترفق واللين ومخاطبتهم بالحسنى لعلهم يرجعون. لكن في الأوضاع الحالية وجدت أنا صديم صراحة من هول من تسفيه كما ذكرت التجهيل، علما أن التحليل الغالب أو التحليل الذي سفها من خالفه هو التحليل الظاهر. يعني ليست مسألة يعني تحتاج إلى عصف ذهني، لا، هو تحليل ظاهر. أنت رأيت ألف يعني يساعد باء فأثنيت على ألف، يعني لم تحتاج إلى تحليل ما وراء هذه المساعدات، وإن كانت هناك مساعدات حقيقية ولا أو ما شابه. فدكتور طارق، أشرتم إلى الصراع الصهيوني أو الإسرائيلي جيش الاحتلال والأمريكي والإيراني، هل ترى أنت أن هذا صراع حقيقي أم أنه صراع يعني مفتعل أو ما شابه؟ يعني ما تصوركم لحقيقة هذا الصراع أو ما يروج حول هذا الخلاف؟ هو ينبغي أن نتفق على واحد الأمر سيدي عز الدين، لأن الصراع بين قوسين، طبيعة العلاقة بين إيران هذه الدولة الشيعية وبين أمريكا وإسرائيل علاقة صراع حقيقية، هذا هو الذي ينبغي أن نتفق عليه، يعني يكون منصفين، يكون واقعيين يعني. لكن ليس دائما الصراع يدبر بالطريقة التي يعني اعتدنا عليها بالحروب والضرب والقاص وغير ذلك، لا، يكون هذا الصراع مدبرا بطريقة عقلانية، بمعنى يدبرون الصراع، احنا ندبر الخلاف، احنا فشلنا فيه وهم يدبرون الصراع. هذه الحالة التي نعيشها، حالة تدبير صراع بين الطرفين، بين طرف يمثله الإيرانيون وبين الطرف الآخر يمثله الأمريكان وإسرائيل ومن معهم بطبيعة الحال. وأنا حينما أتحدث عن العلاقة أنا لا أتحدث عن علاقة دولة بدولة، نكون ناس عمليين وناس يتحدثون بعيدا عن السطحية، نحن نتحدث عن العلاقة بين مشروعين. هذا الكلام هذا ينبغي أن يكون هكذا، هناك مشروع يمثله الأمريكان، ليس هو المشروع هو الأمريكان، الأمريكان وكلاء لأصحاب المشروع، إسرائيل وكلاء لنفس المشروع، أما إيران فهي وكيلة لمشروع آخر يظهر في السطح أنها هي صاحبة المشروع، لكن سيد المشروع ربما طرف آخر أعلى. هكذا نتعامل، أنا شخصيا أنظر إلى الأمور، ولذلك يسهل علي قراءة ما يجري كما يسهل على كثير من الناظرين والباحثين الهادئين. الهادئين هذا الصراع مدبر بحيث أن هناك نوع من أنواع التفاهم، هناك مفاوضات سواء فوق الطاولة أو تحت الطاولة، نتفاهم على أن نحفظ المصالح للطرفين، هناك مصالح استراتيجية ينبغي أن يحافظ عليها للطرفين، لأنه ليس هناك مصلحة لإفساد كل شيء، فنتفاهم على المحافظة على قدر معين من المصالح لهذا الطرف ولهذا الطرف، ثم نبقي مجالا معينا لظهور الخصومة بيننا، وهذه الخصومة ندبرها بخطوط حمراء لا نتجاوزها، بحيث نخشى أن نتجاوز هذه الخطوط الحمراء فنرجع على أصل التحالف الاستراتيجي بالإفشال، وهذا الذي يخشاه الطرفان. ولذلك لو تتبعت جيدا يعني الأمر هذا ستكتشف أن هناك نوعا من تدبير الصراع بين الطرفين، وبعضهم سماه تحالفا، ممكن هناك من سماه، وهذا كتاب اسمه التحالف الغادر أو تحالف المصالح المشتركة، يعني طبع بمسميين أحد الكتاب الأمريكيين من أصول إيرانية، لاحظ التحالف الغادر هذا ربما سنتحدث عنه، لكن هو تحالف أو قل هو تحالف المصالح المشتركة. إذن هناك مصالح مشتركة
هناك مصالح لكل طرف، هناك مجال للمناوشة والخصومة بين الأعدقاء إن صح التعبير، أحدهم سماه العلاقة بين الطرفين علاقة أعدقاء، يعني هم أعداء من وجه وأصدقاء من وجه، فهذان يجتمعان في تحقيق المصالح لهما، ولكن الموضع الذي يختلفان فيه هم نحن يبقى فينا نوع من المجال لإظهار الخصومة، أما هما قد وفيا مصالحهما بطبيعة الحال في جهات أخرى. إحنا اللي باقين، إحنا اللي كنسميو نفسنا باقين جزء الممانعة مثلا، أو الجزء الخارج عن تقاسم المصالح، هي غزة وبعض ما يشبه غزة، الآن باقي كاين يعني صراع في النفوذ، بعض الدول العربية صراع نفوذ، إيران تريد أن تسيطر ولها مشروع خاص بطبيعة الحال، أمريكا لها مشروعها الخاص، الشرق الأوسط الصغير ثم الكبير. الكلام يطول سيدي عز الدين، والله يطول وسيجرنا إلى الخوض في أمور الله يحفظ وصف. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في غزة ويبارك فيك السي طارق. هي واحد النقطة ذكرتها، هي يعني كما كنقول ما زال أريد أن أفهمها أكثر، هي مسألة الأعدقاء، يعني إلى أي حد يعني يمكن أن نقول أن إيران وإسرائيل أو أمريكا أعداء، وإلى أي حد كذلك يمكن أن نقول أنهم أصدقاء، يعني ما الفاصل بين هذا وهذا؟ متى نقول أنه في هذه النقطة أعداء وفي هذه النقطة هناك صداقة تجمعهما؟ يعني ما هي المصالح المشتركة ونقاط الاختلاف إن صح التعبير في المنطقة؟ أنا أعطيك جواب مجمل وممكن يفصلوا فيه. هم أصدقاء على أهل السنة، واضح هيك سيدي عز الدين؟ نعم. لكنهم أعداء إذا تعارضت المصالح، أعتقد الكلام واضح جدا. طالما ما كاينش تعارض في المصالح كاين تفاهم في اقتسامها، ما كاينش خصومة، لكن إذا تعارضت ووقع نوع من أنواع تداخل المصالح في هذه الحالة تبان هذه الحالة ديال الخصومة ديال العداوة، لكن العداوة منضبطة مدبرة يعني بعناية، يعني كاين واحد النوع ديال تدبير استراتيجي لهذه الخلافات بيناتهم. أحيانا كتظهر مناوشات عسكرية، هذا يضرب هذا يعني يقتل أو يغتال بعض، هذا داخل في واحد النوع ديال اللعبة اللي مسموح بها أن يقتل كل طرف بعض أعضاء الطرف الآخر أو يضرب بعض أماكنه في حدود معينة بحيث لا يتضخم أن يصير حرب كبيرة. هذه من باب قرص الأذان من الجهتين، كل واحد يقرص الأذن ديال الطرف الآخر ويظهر له أنه لا زالت له قوة حتى يكون له وجود أثناء المفاوضات وتدبير هذا النوع الخصوم. أما هم فهم علينا أصدقاء، ولذلك ألف واحد الماروني نصراني أو رجل متخصص في الجيوبوليتيك، يعني في الجيوسياسية أو في الجيوسياسة، اللي هو نبيل خليفة، ده ماروني لبناني، يعني تم سميه استهداف أهل السنة، وقصده في الكتاب هو أن هذه الأقلية سواء الأقلية الشيعية ولا الأقلية النصرانية، الأقلية اليهودية، الأقلية الكردية، الأقلية كذا، هؤلاء كلهم عندهم حلف يجتمعون جميعا على هدم أهل السنة وإلحاق أكبر ضرر بهم لأجل أن يستصير هذه الأقلية جميعا مجتمعا، هي المجتمع هي الأقلية، بمعنى إلغاء الدول السنية وتقسيم المصالح بين الأقلية. هذا كتاب مهم، أنا أنصح بقراءته بتدبر وتمعن. الرجل ماروني يعني، لكنه منصف، يعني توافق أو تخالف أثناء القراءة الكتاب، لكن في الجملة رجل منصف يتحدث عن واقع في لبنان، باعتبار أن لبنان سبحان الله يقول هو ممر الفيلة الكبيرة، يعني أي مشروع يقع داخل منطقة الشرق الأوسط كما بين قوسين يسمونها فأكيد تظهر صورتها في لبنان بطريقة أوضح، هكذا هو يقول. قد نختلف معه قد نوافقه، لكن مقصود الكتاب هو أن هناك تحالف للأقليات على الأغلبية السنية، وأعتقد أن هذا يلخص كل شيء. صحيح، جزاك الله خيرا. هو بما أنك ذكرت ملف لبنان وكذلك سنأتي إلى سوريا والعراق، لكن قبل هذا هل يمكن أن نفصل إن من الأسئلة الشائعة اليوم أو من بعض الأطروحات الشائعة اليوم هي أن نفصل ما يحدث الآن أو ما يحدث اليوم عن الأمس؟
بمعنى أننا لا يمكن أن نتحدثها أو لا ينبغي أن نذكر بالجرائم التي الجرائم الإرهابية التي ارتكبت في حق المستضعفين سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق، والتي كما تفضلت كان الهدف منها إضعاف أهل السنة في المنطقة، بحكم أن اليوم لنا عدو مشترك واحد، وأن اليوم أن إيران تعمل مع يدا بيد في صف المقاومة وكذا. هذا يعني طرح الذي صدر من طرف البعض. فما رأيكم دكتور طارق؟ طيب سيدي عز الدين، واش نرجعوا بزاف ولا غير شوية؟ طيب نرجعوا بزاف، لأنه أنا يعجبني دائما أن نضع الأحداث في السياق البعيد، يعني نرجع إلى الوراء، لأن هذا يعيننا كثيرا إن شاء الله. طيب الدولة الإيرانية، محاولات إقامة الدولة الإيرانية طوال مدة محاولة تطوير العمل السياسي داخل الدولة الإيرانية أو إنشاء الدولة الإيرانية، لأنه في طبيعة الحال كما تعلم سيدي عز الدين داخل منظومة التراث الإيراني أو الشيعي، باش نكون واضحين، الإثنى عشري ليس هناك دولة إلا أن يخرج محمد بن الحسن العسكري من سردابه، هذا الإمام المنتظر عنده، بمعنى قبل ظهوره ليست هناك دولة ولا يجوز إقامة دولة. هذا هو الذي كان عليه الفقه التقليدي عند كبار أحبار الشيعة في العالم الإسلامي، لكن بطبيعة الحال وجدوا أن الأمر لا يخدمهم، بل منهم من عطل السطرق، وأعتذر على المقاطعة، بل منهم من عطل الجماعات، يعني عطل صلاة الجمعة وعطل يعني مجموعة من الفرائض، الجهاد يعني بحكم الخمس، الصدقات، نعم، صلاة الجمعة وغيرها. نعم. فبطبيعة الحال ظهرت واحدة محاولات الشهاد داخل الفكر الشيعي لأجل الخروج من هذا المشكل هذا. فبدأ الأمر يتطور إلى أن وصلنا إلى ما تعرفه سيدي عز الدين، اللي هو ولاية الفقيه. قبل قيام دولة ولاية الفقيه في عهد الخميني كان هناك محاولات سابقة في عهد الدولة البويهية ثم الدولة الصفوية، وتعرفوا على أن الشيعة تواطؤوا مع الإنجليز ومع البرتغال لأجل ضرب أهل السنة بل والدخول إلى مكة والمدينة. هذا أمر يعني مسطر ماشي عندنا نحن بل عندهم، ومن أراد أن يعرف هذا الأمر يرجع إلى مجموعة كتب أنا أقولها من الآن، يعني أنا حتى هي معتمدي، أنا هي معتمدي مثلا كتاب تطور الفكر السياسي عند الشيعة للكاتب العراقي أحمد الكاتب، هذا معروف، هذا كان في دار قناة المستقلة، كتاب كبير ضخم يعني رواية صفحة، لكن جيد جدا، يتكلم على تطور الفكر السياسي من الشورى التي كانت عند أهل البيت إلى أن يصل إلى دولة ولاية الفقيه عند الخميني، وهي سياقنا اليوم. كاين كتاب آخر جيد جدا ينبغي أن يقرأه الإخوان، وهو كتاب التشيع العربي والتشيع الفارسي لأحد المعممين سابقا، اللي هو الدكتور نبيل الحيدري، هذاك نبيل الخليفة هذيك الماروني، نبيل الحيدري. كان كتاب آخر لعالم الاجتماع الإيراني علي شريعتي، هو قريب منه، سماه التشيع العلوي والتشيع الصفوي. القارئ لهذه الكتب الثلاثة مليئة جدا بالنصوص المستقاة من كتب أهل من كتب الشيعة، والناس يتكلمون بإنصاف. هادو جلوليين عراقيين، أحمد الكاتب ونبيل الحيدري عراقيان والآخر فارسي، لكن الداخل إلى الكتب الثلاثة سيجد نفسه أمام شهادة للتاريخ، شهادة حق، أن الشيعة طوال فترة تطويرهم للعمل السياسي، يعني سواء كان في إيران أو في غير إيران، كانت دائما من أهدافهم إسقاط الدول السنية. لا يخفى عليك الخلاف أو الصراع بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية الذين يعني استنجدوا بالبرتغال، تصور هذا الأمر، يعني لقتال العثمانيين أهل السنة في الظاهر يعني المسلمين. هذا الأمر هذا قديم، يعني التحالف الشيعي مع الغرب إذا أردنا أن نعمم قديم. ثم بعد ذلك في زماننا في عهد ولاية الفقيه الخميني يعني قاتل العراق واستنجد بقطع الغيار الأمريكية والسلاح الإسرائيلي، عرفوا في مشروع إيران كونترا، أعتقد ما كاينش شي واحد لا يعرفها من المتابعين، وأن الخميني اشترى أسلحة من إسرائيل، وإسرائيل كانت فرحة بذلك تعينه على إسقاط النظام العراقي. الأمر الآخر هو لا يخفى علينا على أحد هذا الأمر، أعتقد
كما قلت في الأول سيد عز الدين، كاين أمور واضحة لا تحتاج إلى كثير من المشقة في التدبر والعقلانة والمنطقة. الإشكال الذي أعتذر من قراءة الإشكال الذي يعني أنا رأيته من بعض ليس كل من خالف، هو أن هذه الخيانات وما تم من جرائم في حق أهل السنة أن هناك بعض الأشخاص يعني حاول أن يبررها، يعني الأمر ليس هناك فريقان، فريق قال أن هذه أخطاء ممكن أن يعني كينا ولكن ينبغي أن تتجاوز اليوم أو ما شابه كما قلت لك، لكن البعض حاول أن يبررها ويقول لك أن فعل إيران كان فعلا موافقا للصواب، وبحيث أن السنة تحالفوا أو أخذوا الدعم من عند الكفار وكذا وكذا، فيحاول أن يبرر يعني الإبادات التي حصلت للمواطنين والأطفال والصبيان في أراضي السنة. وهذا أمر يعني مستغرب وعجيب أن يصدر من إنسان يعني له نوع من الوعي أو درجة من الوعي. سيدي عز الدين، هو إذا افترضنا أنه فعلا هذا الأمر بهذا الشكل كما قدمته، أن أهل السنة كانوا يلجأون بعضهم يلجأ إلى بين قوسين الكفار لحماية نفسه من الخطر الشيعي في ذلك الوقت، فأهل السنة لا ينطلقون من قواعد تقول إن الآخر ينبغي قتله ابتداء كما يعتقدونهم. صحيح. عندهم روايات تقول بيننا وبين العربي قطع الرقاب أو كما ورد في روايتهم، وأن كلاب أصفهان خير من العرب. طبعا الحال يتكلموا على كل مخالف للمشروع الشيعي سواء كان في إيران ولا في غير إيران. بل حتى من المسائل عديك العرب والإيرانيين، هناك كما هو معلوم أن بعض المراجع خرجوا يعني نوع من أنواع التصحيح في المذهب الشيعي وانتقدوا مجموعة من العقائد بينها كشف الضلع وإسقاط الجنين وما شابه، مجموعة من الخرافات التي تعتبر من المسلمات عند الشيعة. هناك من فسر هذا الخروج إن أغلبهم تجدهم عرب، مراجع عرب. هناك من فسر هذا الخروج بحكم أن هؤلاء المراجع العرب أو هؤلاء المعممين العرب ليسوا في نفس المكانة وفي نفس الدرجة يعني المعمم الفارسي الذي له أصول فارسية، فتجد نزعة عرقية حتى في الإمامة، وهذا يعني تجده حتى في نظرية الإمامة جعلوها من أبناء الحسن ولم يجعلوها من أبناء الحسين ولم يجعلوها من أبناء الحسن رضي الله عنه. بل أزيدك من البيت الشعر أن السيد عز الدين هو أنه حضور الملكية الكسراوية في المشروع الشيعي المعاصر ما كنت كيش على دباني واضح جدا. عندهم روايات في أن مثلا سلمان الفارسي ألبس تاج كسرى، وهذه رمزية خطيرة، وأن آل البيت كانوا يتزوجون من 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 أميرات البلاط الساساني الإيراني، وفي هذه رمزية خطيرة أيضا. فهم يريدون رد التشيع إلى العرق الفارسي يربطونه به. صحيح. حتى تجتمع عندهم المكونات الدولة التي يريدونها اللي هي القومية الفارسية والعقيدة الشيعية ثم البراغماتية السياسية. هذا الأمر هذا أشار عليه تعالي علي شريعتي، وهذا رجل فارسي ومع ذلك يعترف بهذا الأمر هذا، وكيقول هو الذي خرب المشروع الفارسي هم الصفويون. لكن نبيل الحيدري يقول إن المشروع الفارسي لا يرجع إلى الصفويين فقط بل البويهيين وغيرهم وغيرهم، بأنه هو مشروع لا علاقة له بنوع الدولة، بل هو مشروع قائم على واحد نظرية تتطور وصلت إلى يعني مفهوم ولاية الفقيه التي بدأت بالخميني باعتباره فرضا ثم تطورت إلى عهد الخامنئي إلى مؤسسات مجتمعة دخل فيها الحرس الثوري، المعممون، البازار الإيراني اللي هما الأوليغارشية المالية في إيران وهكذا. بما أن الأمر فيه كلام طويل يعني سيدي داتي، بما أننا فتحنا هذه المسألة هذه، ويعني هناك كذلك استشكال يعني يقول لك أن نظرتنا يعني نظرة عقدية، فهل يمكن الفصل الحديث عن إيران وعن مخططها يعني في خصوص المنطقة عن العقيدة التي تحرك والتي تستغلها إيران في يعني في تطبيق هذه الخطط؟ يعني بمعنى هل يمكن أن نفصل حديثنا عن إيران عن حديثنا عن التشيع والرافضة؟ كاين واحد كتاب أنا أنصح الإخوان أن يقرأوه، اسمح لي سيدي عز الدين أنا لا أتحدث إلا بهذه الطريقة يعني. لا لا عادي، لأن هذا هو مشكلتنا إحنا أننا لا نقرأ ولا نبحث، غيرنا يقرأ ويبحث وعندهم مراكز دراسات وأبحاث والناس يستقرئون، لكن أنا أرجو أن الناس أن يفهموا أن القراءة هي العصمة.
لكي يتعلموا ويعرفوا. كاين واحد الكتاب ديال محمد جواد لاريجاني، احد كبار الاستراتيجيين الايرانيين، رجل اكاديمي، وكانت عنده مجموعه مقالات ينشرها يدرسها، جمعت في كتاب اسمه مقولات في الاستراتيجيه الوطنيه، يشرح نظريه سماها هو نظريه ام القرى، ليشرح فيها كتاب الحكومه الاسلاميه في نظري، يشرح كتاب الحكومه الاسلاميه ديال الخميني، ويقدم مشروع الدوله الايرانيه. انا احسب ان الذي يطلع على هذا الكتاب ولا يعرف ما الذي يجري سيصير عارفا بما يجري، وربما سيصير متخصصا في معرفه المشروع الايراني وكيف يتحرك، حتى يعرف حتى العلاقه بين الامريكان وبين ايران، يعرف بالضبط كيف تحصل، لانها رجل يتحدث من داخل البيت الاستراتيجي، ماشي الايراني، وقال لا الاستراتيجيه الايرانيه شخص من الانتليجنسيا الايرانيه تحدث، حتى انه ضيق عليه، ربما سجن على ما اتذكر بسبب انه افشى هذه الاسرار، هذه نظريه ام القرى اللي هي ايران. السؤال ديالك سيدي عز الدين، جوابه انه قبل اعتذر على المقاطعه بخصوص قضيه نظريه ام القرى، يعني نظريه ام القرى عندهم ماذا؟ ام القرى هل مكه؟ لا 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 لا، ام القرى هي ام القرى هي ايران، اللي هي الدوله المؤهله لقياده العالم الاسلامي، واللي هي الاصل او الشمس، وحولها تدور الافلاك للدول الاسلاميه الاخرى، او هي العاصمه وغيرها. ينبغي ان يكون مقاطعات تابعه لهذه الدوله، بحيث ان هذه الدوله هذه بقاؤها بقاء للمشروع الاسلامي، سقوطها سقوط للمشروع الاسلامي، وانه ينبغي لكل هذه الاطراف ان تضحي بنفسها اذا اقتضى الامر لبقاء هذه ام القرى اللي هي الاصل. يا نظريه خطيره جدا سيدي الدين، الناس ينقلون العاصمه الاسلاميه الدينيه والسياسيه من مكه والمدينه ثم بعد ذلك بغداد ودمشق الى 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 طهران. اللي كنت باغي نقول انا كعاده الشيعه، تفضل دكتور. بطبيعه الحال. اللي كنت اين كنت وقفت هو الجواب على الجواب على فهمتك، هو هذا لا يمكن فصل الجانب العقدي على الجانب السياسي. المشروع داخل هذا الكتاب مشروع مركب، بل هو مركب من أكثر من شيء. تصور أن صاحب الكتاب ينظر بكتابات أرسطو وأفلاطون وسقراط، وثم بعد ذلك ينتقل إلى جون جاك روسو، جون لوك، هيوم، ماركس، وغير هؤلاء، يبني نظرية أم القرى على فلسفة غربية، ثم بعد ذلك يرجع إلى ما عند الشيعة في كتبهم على طريقة الفارابي في نظرية المدينة الفاضلة. السياسي والعقدي مختلطان في المشروع الإيراني. كيف ذلك؟ إيران عندها مشروع مركب من أجزاء. الجزء الأول هو عقيدة شيعية تسوق داخل المجتمع الشيعي، استغفال واستحمار للمجتمع الشيعي كما يقول علي شريعاتي، يقول الاستحمار هو يسميه. ثم كاين الجانب السياسي اللي هي براغماتية سياسية، اللي هي نوع من أنواع بسط النفوذ وتوريد الثورة الإيرانية لاستثمارها في أخذ المنافع من الدول العربية المحيطة وبعد ذلك غيرها. هذا الشطر الثاني. ثم إيران تستعمل طريقة أخرى في التعامل مع الآخرين، وهي نظرية الاستثمار، وهي إفراغ جيوب أتباعها، إفراغ جيوب أتباعها، ثم الاستبداد السياسي عن طريق النظرية ما يسمى به الولي الفقيه، اللي هو كان في الأول الخميني، الذي ذكرت عنه رواية أنه التقى بالمهدي المنتظر وهو الذي أعطاه الإذن، نفس الكلام اللي نقل عن إسماعيل شاه الصفوي، أنه لقي الإمام المهدي وأعطاه الإذن بإقامة الدولة. هذا النظرية بهالطريقة الاستبداد، بمعنى أنا أحكم وأنت تطيع، تحولت في عهد خامنئي إلى دولة مؤسسات فيها مصالح مادية. تصوروا غيرك الأصحاب العمائم السود والبيض صاروا من الأغنياء الكبار، عوض السلة التي كانت تحيط الشاه الإيراني تحولت من أتباع من بلاط الشاه إلى بلاط خامنئي الآن أو الخميني في أول الأمر. الحرس الثوري نفسه
يتعاطى التجارة داخل إيران، له رؤوس أموال كبيرة، يتاجر جنرالات كذلك من كبار رجال الأعمال، ثم رجال البازار المعتادون، وفيهم طائفة كبيرة من اليهود الإيرانيين اللي هما يعني عندهم وجود داخل السوق الإيرانية. الشيء المشروع الشيعي اقتصادي مالي سياسي من جهة النفوذ ونشر للعقيدة، والعقيدة عبارة عن توطئة فقط، يعني انتبه جيدا، هم يوطئون بالنشر العقدي، بعد ذلك يتسلطون سياسيا وماليا. لكن في الآونة الأخيرة كان واحدنا غريبة سيدي عز الدين، نعم. أديال التشيع بدأ ينتشر وسط الناس عندنا، وهو التشيع السياسي. هناك بعض الناس ليس عندهم ولاء عقدي للشيعة الإيرانية، عندهم ولاء سياسي، تجده يكبر بالشيعة ويقول مشروع الشيعة هو مشروع المقاومة الحقيقية، مشروع المماتعة حقيقة الأمر، بين هذا الصعاليك ديال الحوثيين وحزبالة والبشار المجرم، وفي العراق الميليشيات الدباحة المغتصبة، يقول هؤلاء كلهم هم الذين يمثلون الممانعة ضد العدو الأمريكي الإسرائيلي. القصة تعرفها سيدي عز الدين. نعم، بارك الله فيك. ومن حين نبدأ يعني من حيث انتهيت، ما هو يعني التصور السليم في هذه المسألة هذه؟ هل حقا إيران يعني تعتبر ذلك الملك بين قوسين الذي سينقذ المنطقة من بطش الصهاينة ومن الاستعمار والاحتلال ومن الجرائم التي تحصل، أم أن الأمر بخلاف هذا تماما؟ إيران شرط في بقاء إسرائيل. إيران كيف؟ المشروع الإيراني رغم خلافه مع المشروع الأمريكي الطرف الآخر، فإن أمريكا وعدت، وهي الوكيل المقدم من طرف السادة الأعلى، بقاء إيران ضمان لبقاء إسرائيل. كيف ذلك؟ لأن إيران هي التي تحجم دور أهل السنة في المنطقة، تسقط دولهم وتفسد ثقافتهم، تجعل العراق صحيح. كما يقال، أنا لا أعرف، قالوا هي أوسخ دولة في العالم باعتبار ما جرى فيها، وصارت الآن يعني مرتع للمخنثين واللي أدش كيسميهم هذو الناس اللي مشهود مثليين. سمعت أنا واحد العطوانيين كيقولوا لهم مصطلح، أظن تقصد العطوانيون. هذا المثليون اللي هو ما أعرف، يعني قالوا الآن كاين 7 ملايين مثلي في العراق، لم يكن هذا موجودا من طبيعة الحال، في يعني الشذوذ وغيره. نعم، يعني العراق لا أسقطوا حضارة العراق، أسقطوا اليمن، ضيعوا الدولة اللبنانية، رجعت مزبالة تقريبا. سوى الضحية اللي فيها حزبالة ومن معها، فإنهم يعيشون في رغد من العيش بسبب الأموال الإيرانية. إذن هم الدور ديالهم هو تخريب الدول أهل السنة، قتلها وإبقاؤها خامدة جامدة لا تستطيع الحراك، إفسادها حتى يتسنى للمشروع الأمريكي الإسرائيلي أن يبقى. يعني هذه الحاملة الطائرات الأمريكية اللي هي مسمى إسرائيل، اللي هي ثابتة على القارة الأسيوية، بقاؤها يكون عن طريق إخماد جميع محاولات أهل السنة للتحرر ولإزالة هذه إسرائيل. لأن تخيل معي بالطريقة المنطقية، تخيل لو لم تكن هناك إيران، لم تكن هناك إسرائيل، أقامه الأمريكان لمصالح، اكتشفوا بعد ذلك أن بقاء إيران والتحالف معها، التحالف استراتيجي ديال المصالح، يساعد على إبقاء إسرائيل. فإذا زالت إيران فإن إسرائيل مهددة. ولذلك انت لاحظ حتى الحدود اللبنانية الإسرائيلية هادئة جداً، شي مناوشات بين سوريا وإيران هادئة جدا. المشكل موجود إما بين الأردن، كاين نوع من أنواع التطبيع المصرح به، يعني ما كاينش نفاق، والفلسطينيون الطرف الأول يعني سقط طبع، بقت غزة المسكينة التي ورطوها مسكينة في هذا الشيء هذا كله. سأل الله أن يحفظ أهلها وأن ينصر مجاهديها. اللهم أمين. هناك مسألة أخرى في هذا السياق، هناك طرح مثلا من يقول أليس من باب أولى أن نتحد مع إيران يعني في مقابل يعني الصهاينة، وأن العدو الأول للأمة هم الصهاينة، فما تكلمكم لهذا الطرح؟
وكذلك يعني يأتي مع هذا الطرح التبخيس من الخلاف العقدي، وإن كان البعض لا يصرح بهذا صراحة، إلا أن لازم كلامه، ولازم كلامه ليس بلازم، إلا أن لازم كلامه وما فهمه أتباعهم أو متابعوهم من كلامهم التبخيس العقدي، التبخيس من الخلاف العقدي بين السنة وبين الشيعة جهة. وأحيانا تجد البعض بعض الإسقاطات لكلام أهل العلم مثلا كشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره في غير محل النزاع، في غير محل النزاع الذي هو هل يعني ما المانع من أن تكون إيران مثلا حليفا استراتيجيا أو أن نتحد مع إيران في مواجهة العدو الأول للأمة الذي هو الصهاينة اليوم. فما تقيمكم لهذا طرح دكتور طارق؟ وبحكم ممارستي أنا للبحث في المجال العقدي منذ يعني سنوات كثيرة، أنا تخصصي بطبيعة الحال وتخصصي في الفكر الباطني على وجه التحديد، الذي أعرفه أنا عن الفكر الشيعي، أنا لا أتحدث عن عامة الشيعة، أنا أتحدث عن الطبقة العليا اللي هو المعممون، القادة السياسيون، هؤلاء القادة العسكريون، هؤلاء على قول الشيخ أبو خبزة كان يقولها لنا، لكن أنا اكتشفتها بعد ذلك، هؤلاء زنادقة سيدي عز الدين، زنادقة ليس لهم دين. خليك من الشعب العام، عامة الشعب اللي عنده عاطفة دينية وحب عالي وقلب، هؤلاء زنادقة، يعني أقولها وأنا أعرف ما أقول بالشواهد والأدلة، ومش أنا كنقول هذا الشيء سيدي عز الدين، هذا الشيء رواياتهم عن جعفر الصادق وعن محمد الباقر فيها أن الذين كانوا يحيطون به من المقربين كانوا فيهم زنادقة ملاحدة إباحيون، وهذا تتعجب منه يعني، وأنا أعرف ما أقول وتحمل المسؤولية، والذي يرجع إلى الكتب الثلاثة التي ذكرت يرجع يجد النصوص مذكورة واضحة جدا. فالزندقة قديما هذا النخبة العالية في الفكر الشيعي، الزندقة أصل فيه، ولذلك كان أهل البيت يتفطنون هذا الأمر هذا، وهم من ضيعوا دعوتهم وأفسدوها، خاصة الزندقة الفارسية المجوسية الزرادشتية على وجه التحديد. أما مسألة أن يكون لنا معهم تحالف، المشروع الإيراني سيدي يبلع ولا يتحالف، يبلع ما كان صغيرا يبلعه ولا يتحالف معه، إنما يتفاوض يتفاهم يتحالف استراتيجيا في نطاق معين باتفاقية معينة مع الندي، سواء كان يساويه أو أعلى منه، بمعنى أنه إذا جاء شي واحد مثلا من أهل السنة وقال له أنا سأتحالف معه، سيقول له نعم، كهيئة الغول الذي يأكل الأطفال الصغار الضائعين في الغابة، أو كالذي يعني ذيك الثقب الأسود، كل شيء يمر أمامه يمتصه. هذا هو المشروع الإيراني، مشروع غول ثقب أسود وتنين يبتلي، تضع رأسك فيه أو في حجره تظن أنه يحميك، وهو يعدك لكي يأكلك لتكون داخلا في مشروعه جزءا من بطنه. أما مع أمريكا والجهات الأخرى اللي هي تمثل، هي وكيلة تمثل واحد مشروع من أعلى، فقيقع حنا تساوي المشروعين من حيث النفوذ والقوة، فيقع نوع من أنواع التفاهم، وهذا حاصل ماشي غير بين هادو بجوج، لا بين جميع الوكلاء اللي هما تحت أيدي أسياد في الطبقة العليا، وهذا طبعا الحل أمر آخر، وإحنا هضرنا مع الإخوان غير في الطبقة السفلى مشاو يكفرونا، أما فما بالو كذا ارتفعنا معهم الطبقة العليا. على كل حال نمشيو خفافة سي عز الدين، على الله شي واحد فهمنا، احنا في الدارجة كنقولوا عنا الله يجيب اللي فهمنا وما يعطينا والو. اللهم آمين آمين. سي طارق، ومسألة أخرى كذلك من ذكرت أشرت إلى أن إيران لا تتحالف، العجيب أن إيران توسعاتها كلها حتى على التاريخ الدول الشيعية على مر التاريخ دائما على حساب أراضي المسلمين، دائما كتكون على حساب أهل السنة، أراضي أهل السنة والدول الإسلامية، يعني ما قل إلا نادرا ما تجد أنهم يعني عرفوا بمقاومة أو بتوسع على حساب يعني الإمبراطورية الكافرة أو ما شابه. المسألة الأخرى وقد أشرت إلى بعض منها وهي خطورة إيران، يعني هذه الهالة
ولماذا كل هذا الإنكار في هذه الضرفية لإخواننا تحت القصف؟ هل إيران تشكل خطورة حقيقية؟ أو بتعبير أصح، ما مدى أو أين تكمن خطورة إيران على الدول الإسلامية والعربية؟ أما نظرتها هي للدول العربية فهي تنظر إليها من جهتين ثلاثتين. هي تنظر أولا، وهذا داخل في نظرية أم القرى، من أجزاء نظرية أم القرى أنها تقول كل دولة تخرج عن الحكومة الإسلامية فإن من حق إيران أن تتدخل لإصلاحها. معنى إصلاحها يعني التدخل فيها لجعلها شيعية تحوم حول المشروع ديال أم القرى. بمعنى هذه الدول العربية كلها عندهم حكومات أموية على نمط يزيد بن معاوية، وأنها دول نواصب مخالفة للحكومة الإسلامية التي شكل معالمها الخميني في كتابه، إذن ينبغي التدخل فيها لإصلاح هذا، واجب من واجبات أم القرى اللي هي إيران. هذا أمر مهم جدا ينبغي أن نضعه في الحسبان. إذن كيف تتصرف إيران معنا مع هذه الدول، الدول الكبيرة اللي هي مثلا الأردن، سوريا، العراق، اليمن، هذه كلها دول كانت كيقولوهما نواصب يعني لا تحكم بالإسلام. إذن نحن يجب علينا أن نتصرف فنستحوذ عليها. إذن سؤالك شنو كان سي عز الدين؟ كان عيد أين تكمن خطورة إيران على المنطقة؟ الأمر الثاني إذن كان الأمر الأول وأنها تراها مقاطعة تابعة. الأمر الآخر هي تأتي إيران لتسطو على منجزات أهل السنة. لا يخفى عليك أن أهل السنة أن الشيعة زعموا أنهم هم الذين قاوموا الأمريكان في العراق، مع أن أهل السنة هم الذين قاوموا. ولذلك تذكر معي الشيعة عز الدين هذاك اللي يخرج في الجزيرة يعمل تحليل ديال العمليات العسكرية، دويري؟ لا الآخر تاليح حول شي حاجة، وما نسيت اسمه. لا أنا نسيت الكتابة وعندي هنا سبحان الله، ما بغيتش ننض باش نجيبه صافي. عنده كتاب كيتكلم عليه كيف يرد على واحد اللقاء ديال الحسن نصر اللات في قناة شيعية، نسيت اسمها يعني أنا متعقل، يقول فيها على أن المقاومة الشيعية العراقية هي التي وقفت في وجه الأمريكان، مع أن هذا كذب، أن اللي قام بالمقاومة هم أهل السنة، وهذه هذا سطون على منجزات أهل السنة في العراق وفي غير العراق، أو بتوظيف العمل الجهادي السني. بمعنى أن تأتي إلى عمل مقاومة وجهاد وتحاول أن تركب عليه وتوظفه ثم تجعله ورقة مفاوضة، في أي لحظة تستطيع أن ترميه وأن تحرقه إذا كان هذا يخدم نظرية أم القرى وبقائه. بمعنى إذا أرادت إيران أن تفاوض بالورقة المقاومة، طبيعة الحال تسعى دائما إلى أن تكون المقاومة شيعية، فإن تمنعت قليلا فإنها تصبغها بالصبغة الشيعية السياسية، لكن توظفها تركب عليها وتفاوض بها الطرف الآخر اللي هو الأمريكان وإسرائيل، فأي لحظة تستطيع أن ترمي بها. وهذا هو الذي نقشاه سيدي عز الدين، أنا هذا الذي دفعني. دفعني هو الخوف أن تصير المقاومة يعني في البطن، ماشي في الفم، لا في البطن، أو قل في كامل اليد، فتتصرف بها إلى درجة أن تستهلكها وتبيعها في سوق المفاوضات. بارك الله فيك. يعني أشرت إلى مسألة من النقطة الموالية، وهي لو أمكنت توصيل في هذه المسألة هذه، هي كيف تستغل إيران يعني المقاومة الفلسطينية لمصالحها. أشرتم إلى أنها يعني تستغلها من باب التفاوض وما شابه. هل المسألة منحصرة فقط في التفاوض أم هناك أمور أخرى؟ يعني لا، هناك واحد الأمر حققتها إيران من هذا، واحد الأمر أقبح بكثير، هو أيضا من الدوافع التي دفعتني، وهي أن إيران تغسل يدها من دماء السوريين واليمنيين والعراقيين بماء المقاومة، بمعنى أن أو في تمسحه في ثوب المقاومة. بمعنى هذه الجرائم الكبيرة جدا التي وقعت والتي أحدثت صدمة عند المسلمين جميعا، الآن تحاول إيران أن تمسح
هذه الدماء من يدها في ثياب مقاومة. وهذا الأمر انطلع على انطلت حيلته على كثير من الناس. للأسف بروباغندا والإعلام يقوم بواحد الدور كبير جدا في تلميع صورة هؤلاء الدباحين والسفاحين والمغتصبين لحرائر سوريا وحرائر اليمن وحرائر العراق. صحيح، بارك الله فيك. ومسألة أخرى متعلقة بالمقاومة، المتأمل يعني كما قلت أن إيران تحاول دائما السطو على منجزات أهل السنة وغير ذلك، حتى الذين يستشكلون إنما يستشكلون مثلا باب ماذا قدم أهل السنة للقضية وغير ذلك، علما أن الدول السنية ساهمت يعني بمسائل كثيرة، وحتى أن المقاومة في غزة مقاومة سنية، هذا ما يتجاهله كثير. لكن لاحظ كما قلت البروباغاندا الإعلامية دائما ركزت الضوء على يعني الدعم الإيراني، وكأن الشيعة هم الذين سيحررون الأقصى وهم الملاك المنقذ كما قلنا. مسألة أخرى متعلقة بهذا الكلام، وهي صراحة اتهام أثير ضدكم في طريق، هي خرجت إشاعات تقول يعني بعد تنصيب يحيى سنوار قائدا على حركة حماس، خرجت إشاعات تقول أنكم اتهمتموه بالخيانة والعمالة لإسرائيل، وتنصحكم بأن تتقوا الله، والتلميح بأنكم صرتم يعني من غلاة التبديع وما شابه. فهل بالفعل هذا كلامكم، أم أن هذا فهم يعني إن صح التعبير باب حسنية لكلامكم فهم خاطئ؟ طيب أنا أقول لك واحد العبارة جيهم غريبة، يعني أعوذ بالله أن أتهم يحيى السنوار بعمالة أو خيانة، أعوذ بالله، وأسأل الله تعالى أن لا يقع هذا في قلبي أبدا، وأحب له الخير. أسمع سيازي، أحب له الخير وأحرص على حياته وعلى أهله وأولاده، وأسأل الله أن يهديه إن كنت أرى فيه شيئا من التجاوز في حقي باب الولاء والبراء. لكن هنا ماشي مشكلتي أنا مع يحيى السنوار أو مع السيد يحيى السنوار في شخصه هو، وإن كنت لي ملاحظات عليه في غلوه هو في إطراء إيران، هذا أمر مشروع من حقي أنا أخشى على عقيدتي وعلى الناس الذين يسمعون. أيوة واضح. لكن أنا الذي أردت أن أبينه للناس أنني بدأت أتلمح مع آخرين، يعني مشينا بوحدي للأسف، يعني وأن هناك نوع من أنواع التفاهم لتصفية القادة والإبقاء على يحيى السنوار، باعتبار أنه له نوع من التفكير داخل القادة المقاومة. الرجل لا يعرف إلا القتال، وكما كان يقول نحرق الأخضر واليابس، ليس رجل لا سياسة ولا دبلوماسية ولا تفاوض. هو قال أنا سمعته في أحد اللقاءات، قال الإخوان هم الذين أرغموني أن ألبس هذا، يقول ما أدري يعني الجاكيت، يقول الجاكيت بالسياسة. هو يقول أنا لست رجل سياسة ولا دبلوماسية، أنا رجل عسكري، أنا هو صاحب 7 أكتوبر. أنا الذي خشيته وظهر لي ما يعني يدفعني إلى الخوف، وأنهم هناك عملية دفع ليحيى السنوار من 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 وقت باكر، يعني ماشي دابا، أنه سيدفع لي صيرة، يعني هو القائد للحركة. لما استشهد إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يتقبله السيد إسماعيل هنيه رحمة الله عليه، وأنا أعزي أولاده من هذا المنبر، وأعزي الشعب الفلسطيني، وأعزي المسلمين جميعا في أخ الله فاضل إن شاء الله تعالى. قلت لبعض الإخوان، والله قلت سيختارون السنوار. السيد خالد مشعل نعرفه أن له قدما راسخة في سياسة المقاومة في حماس، هذا أمر نعرفه، وكان الناس يتحدثون على أن المختار هو خالد مشعل. أنا قلت لهم أنا خطر ببالي ما أدري كيف أنه سيختارون السنوار بطريقة ما لا أعرف. كانوا يقولون لي لا يمكن وكذا وكذا وكذا، ففوجئت أنه وقع إجماع بين قوسين. فأنا هذه حالة لا تسمح بإجماع، الحالة حالة ضيق وشدة، فاختير السنوار. فأنا قلت إذن الأمر يقترب من الإجهاز على ما بقي من فكرة المقاومة، لأن السنوار كما أنا رأيت يعني له ولا شيعي سياسي، كما قلت لك له تشيع سياسي إن شئت التعبير، له ولا إلى الدولة الإيرانية، ويمجد في بشار،
ويقول إن جند الشام هم جند بشار وجند حزبالة وأن جند اليمن هم الحوثيون وأن جند العراق. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تسقطه على الذباحين القتلة الذين سفكوا الدماء وانتهكوا أعراض الحرائر المسلمات. هذا أنا لا أتقبله، ومن حقي أن أنكره. يعجبه من يعجبه هذا الكلام، ولا يعجبه من براسه هذا شغله هذا. ولكن لا علاقة له بالتخوين، يعني هذا الكلام لا أبدا، لا أبدا، لا 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 أبدا. أنا كنقول تستغل ميزة هو طبيعته، هو في التفكير شخصيته المقاومة. لو كنت أنا، لو كنت أنا رجل أضع الخطاط لقلت هذا هو أفضل من يكون قائدا حتى وتم المشروع ديالي والخطة ديالي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن نحن ناس عقلاء، بدأت تظهر خيوط هنا وهناك بدأنا نجمعها على طريقتنا، نحن مارسنا البحث العلمي لسنوات أكثر من 20 سنة، فطبيعتنا أننا نجمع ونستقرأ القطع الصغيرة لنكون الصورة بحال ديك البوزلة سيدي أزدين. فتبدأ تبان لك الصورة، ما يمكنش تكذب على راسك وتقول هذه الصورة صورة بحر وليست صورة غابة. صورة غابة صورة غابة، الألوان خضراء وكاين صور حيوانات، ما تقوليش هذا البحر، ما نكذبش أنا على راسي واش أنا أرغم نفسي باش لكي لا أعارض الذوق العام وهذه العاطفة الجرارة التي صنعها بعض من يقال عنهم النخبة التي لم ينتخبها أحد، قاموا يجيشون العواطف وملأوا الناس بالأوهام، ثم بأخر المطاف ماذا سيحدث عز الدين إذا وقع ما نخشاه؟ أن نبقى ونولو ونبكي ونقولوا كنا مخطئ، ما يبقاش الوقت الكلام ديك الساعة ولا البكاء، الدموع تقاد واسي عز الدين. صحيح، حنا كنقولوا هذا الشيء خوفا على إخواننا وعلى الآباء. شي ديك المداخل اللي قلتي قبيلة السي عز الدين، تصور دابا وقعت ما وقع ما نخشاه، وقف إطلاق النار في وجود يحيى السنوار. بمعنى هو صاحب 7 أكتوبر، وضع مجموعة من الأهداف، منها تحرير بيت مقدس، إسقاط الاحتلال، تحرير الأسرى. سيقال له إذن أين هذا الأمر؟ أقول لك لا، أنا لم أمكن اليهود من الدخول إلى غزة، أودي 40,000 شهيد إن شاء الله تعالى، 100,000 جرحى، ثلث غزة مخرب، من سيعمرها؟ ماذا سنقول لأطفالنا بعد ذلك؟ سنقول المقاومة خسرت؟ هذه المداخل سيفرحون وسيطبلون سي عز الدين، سيقول هذا الذي كنا نقول لك. أيوة، احنا طحنا في المشكل اللي هربنا منه، دابا انا لي مدخلي ياك، وانا كنقول لكم احذروا من المداخلان ان يصفعوكم بعد ذلك بالملامة. لا سي طارق، انا متابع لك من قديم، واشهد فيك يعني انك من طلبة العلم الباحثين ويعني والمنصفين، وسواء اختلفنا او اتفقنا الا انك يعني ما شاء الله لك جهود وينبغي ان تحترم، والاصل في من كان هذا حاله. وهذه هي حتى مشكلتنا مع الشيعة فيما يتعلق بالصحابة، وانا لا اقيس يعني حتى لا يقول انت تتحدث عن الصحابة، لا، بل اتحدث عن الفعل. ينبغي ان نحسن ترشيد الخلاف وأن نتعامل مع الشخص بحسب الأصل، يعني الشخص في الأصل فيه أنه غير على دين الله فيما يظهر لنا والله حسيبه، أنه يناص يدفع عن السنة وغير ذلك. الأصل أن نحمل كلامه على أحسن المحامل، نقطة. نعم، أخطأ نقول أخطأت، أصاب نقول هذا من جهة. فأنا أشهد أنني ما شاهدت في كلامك أي انتقاص من عالم أو تبديع له، وأسأل الله أن يوفقك، ومجهودك في الرد على أعداء الدين ومن منكر السنة وغيرهم مجهود مبارك بإذن الله. السي طارق، هذا أنا استفدت منك شخصيا، بارك الله فيك. الله يحفظك سيد عز الدين، ولا أقولها يعني بك قلاش فوجك، لكن والله قلتها في غيابك، أنا قل ما نرى مثل هذا المحتوى عندنا سواء في المغرب، عندنا في المغرب قليل في غادي تشوف مثل هذا المحتوى ديال توعية وما شابه. دعوتك سيداتي، نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم سي طارق. عودا إلى الموضوع، قلت أن المقاومة يعني أن المسألة التي ذكرت هي أن أو طوفان الأقصى جاء في وقت يعني كان له من المكاسب، يعني ما يقوله المناصرون كان له من المكاسب أنه أيقظ الأمة القضية من جديد، يعني كانت نسات
وكذلك كشف حقيقة النظام العالمي والمنظمات العالمية التي تتغنى بحقوق الإنسان وما شابه. هذا يعني بالأمور التي يقولها المدافعون. وأن مسألة يعني الشهداء في أي حرب لا بد من 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 شهداء ولا بد من 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 من, من أمور، بل بعضهم يعني يستشهد بالآية التي نزلت في المنافقين وحالهم مع المؤمنين في الرد على من يخالف. فما جوابكم على هذه المسألة بما أننا فتحنا هذا القوس؟ هو ولن ينبغي أن نفرق بين اتخاذ قرار عسكري من هذا الحجم، لأن الحق في أن نتساءل هل حقق الأهداف العسكرية دياله؟ هذا من حقنا أن نتساءل، ونحن أناس عقولنا مفتوحة ولا نحجر على عقولنا. من حق أي أحد أن يسأل السؤال الذي يراه مناسبا، ومن حق الطرف الآخر أن يجيب لا أن يتهرب وأن يخون السائل. نحن ليس لنا سوء نية في طرح السؤال، إنما نريد أن نعرف ما الذي يجري وأن نستفيق إذا عرفنا الجواب الصحيح. ثانيا، هل القرار الذي أخذه يحيى السنوار كان منفردا به أو شاركه في قادة حماس خارج غزة في قطر وفي تركيا؟ أنا لا أعرف أجوبة لهذا، لكن هذا سيعيننا على فهم ما جرى. ثالثا، هل كان هذا بتنسيق مع حزب الله وإيران أم لم يكن كذلك؟ كذلك ينبغي أن نجيب على هذا السؤال، لأنه كان كلام كثير يجول حول أنهم كانوا لأن شوف سيدي عز الدين، وسمي طوفان الذي رأيناه عملية مركزة في مكان معين ثم رجعوا. أنا شخصيا لما وقع فهمت، قلت لعل هذا تكتيك، بعد ذلك سيقع انتشار للمقاومة في أرض فلسطين المحتلة وسيتحقق هذا الذي ذكروه، وفرحنا لذلك واستبشرنا خيرا. لكن أنا أقول لك الصدمة متى بدأت سيدي عز الدين؟ حينما كنا نسمع قادة حماس يكيلون الشكر لإيران. أبدا ما كنا نتحدث في هذا، لأنهم أدرى بحالهم و صحيح. نقول حالتهم فيها ضيق وشدة، وهناك صحيح. أمور كثيرة ليس الأمر بالسطحية التي يتحدثون عنها أن الدول السنية ضيقت عليهم 100% ثم لجأوا، لا الأمر أعقد من ذلك. هذه بروباغاندا إعلامية. لا 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 أبدا، هذا إشكال يعني ليس أنا أسألك سؤالا يا الدين، هل هناك مستشفى إيراني داخل غزة؟ عمرك سمعتي هذه؟ لا ما كاينش. إذن ما عرفناش بالضبط حنا إيران شنو كانت كتساعد، ومين كان كيدخلوا بعدا يساعدوا غزة، واش كانوا كيدخلوا أنفاق تحت إسرائيل مجة من لبنان حتى فلسطين، الله أعلم، أو لما نجم تحت الأردن. أنا مبقيناش كنفهموا شي أمور غريبة كتقع بينا كنو كنجلسوا دابا باش نحاولوا نفهموها. إذا حينما نقول نطرح هذه الأسئلة نريد أن نفهم، حتى إذا عذرنا بعض المجتهدين قلنا الشهادة أخطأ كذا كذا، لكن من حقنا أن نسأل ثم بعد ذلك أن نحاسب الذي أخطأ ليرتكب الخطأ. أنا يعني قد أسأل بعض الناس مثلا، هل كانوا يعرفون أنهم ستأتي إسرائيل لتخرب غزة؟ نعم أم لا؟ إذا قلت نعم فقد ارتكبت خطأ كبيرا، وإذا قلت ما كنت تعرف ذلك فهذه سذاجة سياسية بحقيقة الأمر، وحتى من ناحية التخطيط العسكري والو فاشلة شيء، بما ناصر أن تكون عارف بالضبط شو نعمل. أنا يظهر لي والله أعلم أنه وقعت خيانة من حزب الله ومن إيران للسنوار، وشوف دروب أنا دابا كنقول لك هو لشدة تصديقه لهم صدقهم في هذا الأمر، هو لا يعرف لا تاريخ الغدر الإيراني والشيعي تسياسيا هو لا ينظر إلى المآلات، ما كيعرفش من التخطيط. أنا اللي كنعرف تخطيط إسماعيل هنية، وإن كنا قد تلاحظوا على الأستاذ إسماعيل هنية في أمور سياسية، نعم قد تلاحظوا عليه، لكن كيف ما كان هو ممارس وأفضل مني بكثير، لأن الرجل ينظر إلى داخل الطنجرة. لكن يجي واحد لا أسقط من قدره، قد أكون مخطئا، لكن القراءة العقلانية رجل 20 سنة في السجن لا يتابع لا يمارس في الأرض كما مارس الآخرون. نعم خرج وأراد أن يتدارك الأمر، لكن ما عندوش تكوين سياسي، ما عندوش ذكاء سياسي، يقولون إنه ذكي وكذا وذكشي، ولكن ممكن في الجانب العسكري، ولكن طيب 7 أكتوبر ماذا نفعل؟ طيب انتقلوا للمرحلة الجزء الآخر سيدي. هذه المسألة هذه هي بخصوص تصريحات قادة المقاومة المتعلقة بإيران وسوريا،
هو هناك وجهة عقلانية هذا أن هذه التصريحات هي تصريحات سياسية بحكم أن إيران تستفيد منهم يعني في تلميع صورتهم. هما ما عندهم ما يعملوا. هما شوف سيدي هما قد عندهم 2 مليون الناس في غزة. نعم. يحتاجون طعام وشرب ودواء وخدمة وتعليم وكسوة. فراه ماشي ساعه تدخل تدبر سياسه تجد المليون ديال الناس في هذا الاقتصاد هذا مزيان. حنا هذا الشيء هذا يمنعنا من الدخول اعمق من مجرد انتقاد بعض الرتوشات الظاهره. لكن حنا ملي كنا كنتكلموا على السنوار هذا الرجل في هذا الامر هذا واللي بغى يلومني تجاوز الحد كثيرا وكذب على الحديث النبوي الذي انزله على هؤلاء المجرمين. هذا انا ما استطعت تماما. ثم اللغه ديال سيدي عز الدين لغه شعبويه يعني لغه ديال سنفعل سنضرب سندمر كذا. هذا الامر هذا لا يتحمله الشعب الغزاوي. لا تاخذ الشعب الغزاوي معك في هذا. لو كنت بوحدك في الجبل مثلا على عمله الطالبان خرجت من كندهار وكابول نعم تقدر تضربوك انت ونسال الله لك الشهاده. لكن من يكون تحت يدك شعب جد المليون ينبغي ان تعيد النظر في المساله وفي الكلمه التي تقولها ودرجعها وتكتبها شوف المآلات ديالها وما الذي تنتج عنه. لأن الكلمة أنت مسؤول عنها السنوار كما أنت مسؤول عن الرصاصة التي تخرجها. أما الرصاصة بينك وبين الله الله أن يسدد رميك. لكن في العمل السياسي الذي تدبر به سياسة جمل الناس هذا كتشوف. أنا ماشي في أنا من شين حقي نحاسبه لكن لا بد أن جهة ما ستحاسبه ممن هم أمثاله من أهل العدل والعلم والعقل إن شاء الله تعالى. الجزء الآخر سيدي عز الدين هذا الجزء العسكري تقولتي كان لها الأثر الطيب. الأثر الطيب الحقيقي كان فيما حدث لأهل غزة. سيد أهل غزة لم يختاروا هذا الأمر وقع لهم واجهوه بحالة نفسية واجتماعية وصبر ودين وإيمان. هذا هو الذي أحدث ما أحدث في الغرب. أحرج الدول أسقط الأقنعة فضح المؤسسة الدولية وبث روح إعادة نظر ومراجعة عند كثير من الناس إلى درجة أن الناس رجعوا أديانهم مش رجعوا مواقفهم السياسية والاجتماعية والأخلاقية. جزاك الله خيرا. وهذا الكلام كلام تختلف معه أو تتفق لا يصل إلى 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 الاتهام بالخيانة يعني حتى أبداً. وإن كنت أنا مختلف مع مثلا السي طارق لا يتضح لأن هذا فيه خيانة. هذا إن كنت مختلف معه في الجزئيات. جزاك الله خيرا سي طارق واستمتعت صراحة بهذا اللقاء وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله إن تكرمتم. كلمة ختامية إن شاء الله للمتابعين من المؤيدين ومن المخالفين ماذا تريد أن تقول لهم بعجالة؟ أقول لهما معا حرروا عقولكم والتزموا دينكم. عقيدة الولاء والبراء ليست لعبا. من كان يعتقد في عائشة أنها زانية وأن القرآن محرف وكان يرى أن دماء أهل السنة مباحة حيث يذبحون ويقتلون ويغتصبون النساء لا بد أن يكون لك موقف واضح حاسم صريح ظاهر في الأمر. لا تتردد وأعيد حرروا عقولكم أيها الناس. ما تبقاوش تخافوا من المراجعة. قولوا بلاتي نعود نشوف هذه المسألة هذه كما كيقول هذا السي طارق هذا الخائن المثبت للمقاومة المضيع الذي سيسقط غزة. لا ماشي هذا سي عز الدين. لا والله أنا في غاية الأريحية وأنا أقول لك الإخوان كمن بهم سواء الموافق أو المخالف حرروا عقولكم والتزموا دينكم وفوق هذا التزموا أخلاق نبيكم عليه الصلاة والسلام. الكلام في الناس ينبغي أن يكون بعلم وعدل كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. العبارة أنا كان حفظها مش حال هذه قرأتها في اقتضاء الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك أقول للموافقين حاولوا أن توعوا الناس بهذا الذي فهمتموه. وعوا الآباء حتى إذا قال لهم الأبناء لماذا سقطت مثلا المقاومة نسأل الله لا تسقط. أن يعرفوا الجواب الصحيح وأن يقول لهم هذه خيانة من الشيعة الرافضة هكذا يشير إليها ليعرفوا عدوهم الحقيقي. إسرائيل عدو نعم أمريكان كذلك عدو ومشروعهم يسقط الإسلام في كل مكان لكن هؤلاء أيضا حمير اليهود. هؤلاء يتعاونون معهم على ضرب الإسلام من الداخل.
هؤلاء مزورون مدلسون يستعملون التقية وعندهم التقية عندهم أفضل من الصلاة. ولذلك أقول أيضا للمخالف أقول للمخالف بل الدين بل الدين كله لا دين لمن لا تقية له. أي صحيح. أقول للذي يخالف أقول للخالف أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على تحرر عقلك. وأما كلامك فيه أنا أقول لك واحد المسألة أيها المخالف. أقول لك أنا سامحتك غفر الله لي ولك صافي والله ما انظرش من مرايا. أنا أرجو أن أكون على خطأ لكن إذا كنت على صواب وتلاقيتني وتلاقيتك أنا غنعمل من نفسي ما عمري سمعت منك شيء هذا صافي وسقيت كل شيء كأنه ما عرفت علاش لأنه ما يبقاش الوقت التلاوم ما يبقاش عندنا القناة كاع نبقاو نتحاسبوا نبقاو نشوفوا هذا الشيء اللي وقع كيف نخرجوا منه. حنا أخوات جات هذه الفتنة أظهرت ما حصلت رجعوا لأنفسكم شوفوا نفسكم أنتم الآن تختبرون مع أنفسكم شوفوا الطبيعة النفوس اللي كانت مخفية الآن ظهرت ربما بسبب جاء رجل إلى الإمام أحمد سيد عز الدين قالوا له فلان الفلاني تكلم فيك عشني قال سيد عز الدين قال رجل صالح ابتلاه الله بي فما أفعل أنا إيش غنعمل. أنا قلت الذي يجيش في صدري لإخواني وأخواتي بغاو يسبوني بغاو يطعنوا فيا ويتهموني بينهم بين الله لكن أنا كنت يعني أشد في الأمر يعني ما أقول أدعو لكن لما رجعت قلت والله هذا ربما عقولهم كانت قاصرة عن إدراك هذا الأمر أخطأوا في حق الله سامح والفضلاء العلماء أكثر يعني ولكن أنا مصر على موقفي وما عنديش مشكل مع السياحية السنوار لا أتهمه ولا أطعنه ولا أخونه إنما أرى أنه شخصية جاءت واحد الوقت بهذا الشكل في وقت غير مناسب استشهاد أو اغتيال إسماعيل هنية إزالة خالد مشعل وحتى يبقى هو وحده وتنفرد به إيران هذا هو الذي نخشاه وإيران أخشى أن تكون قد ابتلعته والمفاوضات لا يذكر له اسم وإن لم يذكر لإيران اسم في المفاوضات الجارية في قطر فإنها حاضرة تحت الطاولة لأنها تفاوض في مصالحها تقول لحزب الله أصرخ خوف أظهر الأنفاق والصواريخ. أنا تعلمت واحد مسألة سيدي عز الدين أنه كلما ارتفع صوت الشيعة في المنطقة إلا وهذا دليل على وجود نوع من المفاوضات بين الطرفين. هل الوكلاء فقط يعني أما الأسياد الفقراء عندهم كلامنا فيهم مختلف تماما يعني كان هادو ماشي كانوا غادي يتهمونا كانوا يكفرونا كاع ويقولوا هذا حمق مدوخ يعني. جزاك الله خيرا سي طريق وبارك الله يحفظك سي عز الدين وانا والله لفرح بلقائك كسر الله من امثالك سي عز الدين اللهم كسر الله من امثالك امثالك سي طريق الله يحفظك ان شاء الله لا بد ان كان في العمر بقيه ان 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 تجمعنا لقاءات ولقاءات بإذن الله ونسأل الله لإخواننا الذين رفع الله قدرك نسأل الله لإخواننا الذين اختلفوا معنا في هذه الجزئية أن يبصرنا ويبصرهم بالحق آمين يا رب لا يعني يكون هذا الخلاف نقضا لميثاق الأخوة. وإخواننا الكرام نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.